أهلا بكم ضمن هذه الجولة الإخبارية من قناة العيون، نبدأها بأبرز العناوين. صرخة من قلب مخيمات تندوف تنديدا بالوضع السياسي هناك. وبالعيون افتتاح منتدى الطالب بحضور والي الجهة. كما نعرض ببوجدور للقاء تواصلي حول السجل الوطني الفلاحي. أهلا بكم مجددا. نستهل النشرة بالملف السياسي، فمرة أخرى تخترق قناة العيون جدار الصمت المفروض داخل مخيمات تندوف. تسريب جديد لحركة شباب التغيير داخل المخيمات يستنكر المسرحية المدعوة مؤتمر البوليساريو، كما القمع والعنف والاستبداد، وهو يدعو شباب المخيمات إلى الانتفاضة ضد قيادة ما وصفها البيان البؤس والمعاناة. لنتابع. الله الرحمن الرحيم. نحن أعضاء حركة شباب التغيير في مخيمات تندوف جنوب الجزائر. أما بعد، كان سبب القطاع العام كامل عن الرأي العام الصحراوي والدولي، متمنين نحن الصحراويين عن يجيب المؤتمر 14 لجبهة البوليساريو الفاسدة شي جديد، وهو عن تنعطى فيه فرصة للشباب بدل من القيادة شوين تسمعون، وباش ما ينقال عنا شوشنا على مشي هذه المسرحية المتبسبة اللي وجهها محمد عبد العزيز، ويتحكم فيها بالطريقة اللي حافظ بيها على مصالح جلاديه، وحتى ممال الصحراويين الكبير منه والصغير. مباشرة العقب منين نعلن عن النتائج، وعدنا نحن حركة شباب التغيير اجتماع عام أحضر له أغلبية الشباب الصحراوي، وقررنا فيه عن لهي نوقف بطريقة سلمية وجاه هذا الطغاة اللي هما قيادة البوليساريو إلين يتمزلوا عن السلطة اللي هي من عليها من اللي عادوا 40 عام، وهذا هو الله يسهل وفيان معاناة عادلها 40 سنة تحت سلطة قيادة الظلم والعبودية. وبهذا نتوجه للصحراويين مختلف فئاتهم من أجل باش ينضمونا ويعودوا معنا ومع اللي كان مظلوم واللي محتاجهم في المخيمات. وتكاد منين وضاح للناس كاملة هذا اللي كنا نقوله مسبقا، وباش ما نتعرض للتصفية من عند دركس والشرطة وأمن البوليساريو نطلب من الولايات المتحدة الأمريكية حمايتنا ويأمنوا علينا، باش نقدوا نقلوا على وجاهنا ونعبروا عن رأينا بكل حرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي السياق ذاته تتوالى إذن تداعيات التسريب الجديد لحركة شباب التغيير، حيث عبر عدد من الناشطين الحقوقيين عن تضامنهم المطلق مع المطالب المشروعة لشباب المخيمات، محملين المنظمات الدولية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء الشباب وغيرهم من الأصوات المعارضة داخل المخيمات. يوسف زعواطي ومبارك الباز في المتابعة. من داخل المخيمات صدحت مطالب شباب أعيتهم سمفونية وهم الانفصال، فمع مطلع السنة الجديدة لا جديد على يوميات تندوف عدا واقع البؤس والامتهان في واحدة من أبشع الصور المتاجرة بمأساة آلاف الصحراويين تحت الخيام. وعبر شاشة تلفزيون العيون تلقفت الهيئات الجمعوية والحقوقية بالأقاليم الجنوبية باهتمام بالغ واستياء عميق المطالب الملحة لشباب المخيمات. هذا الناس حد بي الراس ويقول ذا الكلام، والله يتكلم عن التغيير، والله ينقذ شخص وزير والله رئيس والله شيء من ذا النوع، على انه ما قالوا واعر عليه سلك والسلاكة. احنا نبغولهم السلاكة ونبغولهم الضمانة، ضمانة النفس بعد قاع هي الأولى. حد هما قالوا الحقيقة يا غير ما اللي خايفين على رؤوسهم واحنا ما لنا شايفينها عليهم. زين عندنا ذا اللي قالوا، وزين عندنا تعبيرهم وحاسين بهم عنهم خايفين، ونطالبوا حتى احنا ذا اللي طالبوا هما به منظمات
الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة اللي يعني رمز من رموز الديمقراطية في العالم وحماية حقوق الإنسان. بعدين هاي المنظمات الكبيرة كاملة أعلنها تتدخل إلى جانب هذو الناس من أجل حمايتهم وتوفير لهم الحصانة الكاملة. في الوقت اللي نستقربوا من قد نظر المنظمات الحقوقية عن معظم الصحراويين المقاربة اللي يحملوا الجنسية المغربية يمشوا من الأقاليم الجنوبية ويشاركوا داخل المخيمات ويعبروا عن أرائهم بكل أريحية ويرجعوا سالمين قانمين دون حسيب ولا رقيب. بالتالي هذا الشكل من التعبير اللي مفتوح في مجال الأقاليم الجنوبية ممنوع داخل المخيمات. بالتالي ندق ناقوس الخطر من خلال هذا البيان عن نحمل المنتظم الدولي سلامة أبنائنا وإخواننا ونعلن تضامننا مع شباب التقرير، وإن شاء الله أصدرنا بيان بالأمس في هذا الصدد ونحن ماكبين الأوضاع. فتعالى إذن أصوات شباب التغيير من داخل المخيمات والأنباء القادمة تفيد اتساع رقعة الغضب الشعبي في وجه قيادة شاخت تبدد الأمل في نفوس المدنيين العزل ممن يكابدون يوميات اللجوء والشتات. في سياق متصل دائما بملف الصحراء تحتضن مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 26 و 28 فبراير المقبل أشغال الملتقى الثاني للمنظمة العالمية للصحراويين لجمع الشمل في العالم. دورة مبدع المسيرة الخضراء ومحرر الصحراء الملك الراحل الحسن الثاني قدس الله روحه، وأفاد بلاغ للمنظمة أن هذا الملتقى المقام تحت شعار جميع من أجل عالم يسوده السلام والتعايش بين الديانات والثقافات والحضارات، سيعرف مشاركة أساتذة وباحثين من المغرب وأفريقيا وأوروبا. ويشتمل برنامج هذا الملتقى على ندوات تتناول مواضيع تهم بالأساس ترسيخ قيم السلام والتسامح والحوار والانفتاح بين شعوب العالم ونبذ كل أشكال العنف والتطرف وتعزيز المبادرة الملكية في تفعيل الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة لانخراطه في المشاريع التنموية الكبرى للبلاد وتقوية دور المجتمع المدني في ممارسة الدبلوماسية الموازية دفاعا عن القضية الوطنية. في الشأن البرلماني شكل موضوع انتشار الجريمة بالمدن المغربية واستراتيجية الحكومة لتحقيق إقلاع سياحي محور جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين. الأسئلة قدمها مستشاران ينتميان للأقاليم الجنوبية. في المتابعة محمد مصطفى خيا. المستشار البرلماني سيدي محمد ولد الرشيد عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وخلال جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين تساءل حول الإجراءات المتخذة من لدن وزارة الداخلية لمحاربة ظاهرة الإجرام بالشارع المغربي. لذا نسألكم السيد الوزير ما هي الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها للحد من هذه الإجراءات؟ محمد حصاد وزير الداخلية وفي معرض رده على سؤال المستشار البرلماني أكد بأن وزارته منكبة على إعداد استراتيجية هامة لمحاربة الجريمة مشيرا للوضع المريح للمغرب في هذا المجال وذلك بالمقارنة مع دول أخرى تعاني نفس المشكل. هو أولا ما كاينش انفلات أمني في بلادنا، لأن الانفلات الأمني معناه أن الأمن خارج السيطرة، هذا الشيء ما يمكنش نتكلموا عليه، خاصة وأن راكم كتعرفوا هذا الشيء أن بلادنا الحمد لله دابا على الصعيد الدولي راه مشهود لها بالكفاءة ديال رجال الأمن ديالها. الجريمة كاينة وكاينة في كل البلدان، باش نشوفوا واش عندنا الجريمة كثيرة خصنا نقارنوا بدول أخرى. عندنا مقارنة الدول الأخرى راه عطيتها لكم واحد الخطرة، عندهم واحد لو كريتير واحد اللي كيستعمل في الدول العالم كله وهو عدد القتلى محسوبه على العدد ديال السكان. المغرب عندنا معدل ديال قتيل واحد في النهار، بطبيعه الحال قتيل صعيب لان ملي كيجيك في ملي كيجيك في شي جورنال كيكون قتيل كيدير روعه، ولكن راه كاين بلدان اللي فيهم 15 20 في كل نهار.
المستشار البرلماني محمد سالم بن مسعود عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وخلال جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين تساءل حول الاستراتيجية الحكومية لتحقيق إقلاع سياحي. إذا نسألكم سيد الوزير عن السياسة الحكومية للإقلاع السياحي. وزير السياحة السيد حسن حداد أكد بأن وزارته تبذل مجهودات جبارة لإنعاش القطاع السياحي سيما خلال السنة القادمة باعتماد رؤية سياحية هادفة في هذا المجال. كل مغاربة من أجل أن يبقى البلد آمنا، ولكن رغم ذلك كانت صعوبات. بالنسبة للسنة المقبلة هناك استراتيجية وضعناها. هذه الاستراتيجية تعتمد على 3 أو 4 محاور. المحور الأول هو التنويع. ما غاديش نبقاو معتمدين على سوق واحدة، هناك تنويع، يعني غنمشيو للسوق الألمانية، السوق الإنجليزية اللي عرفنا فيها تطور هائل بالنسبة لهذه السنة. هذه المسألة الثانية. هناك أسواق صاعدة نريد أن نستفيد منها، السوق الروسية، أوروبا الشرقية، وكذلك الأسواق العربية. نريد أن نستمر كذلك في إطار الطيران، ونريد أن نستمر في التطور الذي تعرفه السياحة الداخلية اللي صارت تشكل 33% من السياحة الوطنية. وشكرا. في الشأن التربوي أشرف والي الجهة اليوم برفقة العديد من الشخصيات المحلية على افتتاح منتدى الطالب بالعيون، ويعد هذا المنتدى فضاء للتواصل مع التلاميذ ولتقديم الإرشادات والنصائح بشأن مستقبل مشوارهم الدراسي. تفاصيل مع محمد الفيرس ومحمد مولود ملاخة. ليس من السهل أن يرسم التلميذ مستقبله الدراسي بمفرده من دون أخذ المشورة والنصيحة من أطراف أخرى كالأسرة على سبيل المثال، أو في أفضل الأحوال من ذوي الاختصاص في مجال التوجيه والإرشاد التربوي. وهذا بالذات ما يوفره منتدى الطالب بالعيون. ممثلو العديد من المعاهد والمؤسسات التعليمية العمومية والخاصة على المستوى الوطني في تواصل مباشر مع التلاميذ من أجل تقديم كافة المعلومات والشروحات حول آفاق الدراسة، خصوصا لمرحلة ما بعد البكالوريا. الهدف من هذا الملتقى كما هو معلوم هو توصيل المعلومة وتوجيه الطالب ديال المنطقة، يعني كنقربوا له المعلومة والمسافة ديالها باش ما يضطرش انه يمشي مثلا للمناطق الكبرى الدار البيضاء او الرباط باش يعرف شنو هما المعاهد اللي متوفرين عليهم في المغرب. هنايا باش ننوروا الطلبة والتلاميذ على الأفق ديال التكوينات والبرامج، سواء في التسير السياحي والفندقي، على أساس أنه كتكون الأطور اللي كتواكب هذا المنظور ديال المغرب في هاد السياحة، على أساس أنه ناخذوا 20 مليون ديال السائح في أفق 2020. كعندها برامج ديال الهندسة، سواء في تقنية التواصل، في الصناعة الغذائية، وفي الصحة. منتدى الطالب بالعيون فضاء يضم أروقة متعددة والتي تضع خارطة لطريق المستقبل أمام التلاميذ الراغبين في تحديد آفاق مشوارهم الدراسي من خلال الاطلاع على شروط وكيفية الالتحاق بالمعاهد والمؤسسات المختصة واكتشاف الفرص والتي تناسب طموحاتهم وإمكانياتهم وقدراتهم المعرفية. الحمد لله تسحت لنا الفرصة اليوم أننا نجول ملتقى الطالب لكي تتيح لنا الفرصه اننا نعرفوا المدارس شنو كيقدموا. زعما كنشوفوا داكشي غير في الانترنت، ولكن في كنجونا كنعرفوا التخصصات، كنقدروا اي سؤال كان عندنا ما باينش كيوضحوا لينا. مسألة التوجيه التربوي لازالت من بين الإشكاليات الهامة ضمن المنظومة التربوية بشكل عام، والتي تعاني أصلا من مشاكل واختلالات عديدة. ويسعى منتدى الطالب في دورته التاسعة إلى تعميم الفائدة وتقريب المعلومة للتلاميذ بكل تراب المملكة لضمان الاختيار والتوجيه الأفضل. ومن الإرشاد الطلابي إلى الإرشاد الفلاحي. وفي موضوع آخر، نظم ببوجدور لقاء تواصلي حول السجل الوطني الفلاحي. اللقاء حضره أطر الوزارة محليا وكذا عدد هام من الكسابة وفلاحي الإقليم والمهتمين بهذا المجال. محمد المصطفى خيا ومحمد شارة. في هذا اللقاء التواصلي ببوجدور حول السجل الوطني الفلاحي تم طرح عديد القضايا ذات الصلة بقطاع الكسب والفلاحة. سجل يهدف عبره قطع الفلاحة إجراء إحصاء عام وشامل يرتقب أن تعطى انطلاقته قريبا لمعرفة حاجيات المجال الفلاحي وطنيا، وكذا الوقوف على المنجزات المحققة في هذا المجال. خلال هذا اللقاء الإخباري عرفنا على رؤية جديدة حول السجل الوطني الفلاحي اللي كتمركز حول إحصاء عام وشامل في
القطاع الفلاحي واللي غادي يعطي انطلاقه ديالته ان شاء الله في الايام المقبله في الايام القليله المقبله سيد وزير الفلاحه. وهذا السجل هو اليه للتنميه والقرب من الفلاح والكساب على الخصوص من اجل خدمته بشكل افضل وبشكل احسن، وايضا من اجل الاعتماد على هذا السجل في التوجهات والسياسات الفلاحيه. لاحظنا من خلال العرض اللي قدم السيد المدير الفلاحه على ان هذا البرنامج هو يعني قيمه مضافه للكسابه وللمنظمات المهنيه، لانه يعني قيمه مضافه لانه عنده مجموعه من التداخلات في مصلحته كتنظيم وتقنين المهن الفلاحيه وعلاقات مولي القرب، كذلك تسهيل التمويل والدعم والتأمين والتدبير وأفضل. كان برنامج طموح ومفهوم إيجابي، فهمت الناس ما عليها وما لها، وكنا ناقشنا ما يعنينا في الجهة، لأن احنا وبرنامج شامل في المملكة المغربية عام، ولكن احنا جهة خاصة عندنا خصوصياتنا والناس فهمت. يرمي سجله الوطني الفلاحي للوقوف عن قرب من الفلاح وكذا الكساب من أجل خدمته وكذا نهج مجموعة من التوجهات الفلاحية الرمية لجعل الفلاحة والكسب قطاعا منتجا بامتياز. اجتماعيا هذه المرة قامت جمعية تكاوس للتنمية بجماعة القصابة القروية بإقليم قليمين بشراكة مع المندوبية الجهوية للصحة والمجلس الجماعي لجماعة القصابة بتنظيم عملية إعذار لفائدة عدد من الأطفال، مبادرة تأتي من أجل مساعدة الأسر المعوزة وتقريب الخدمات الصحية لساكنة العالم القروية. المزيد من التفاصيل رفقة حي جبتامك ومحمد فاضل عبيدة. استفاد 45 طفلا من عملية إعذار جماعية بجماعة القصابي القروية، وشملت هذه العملية التي تأتي بمناسبة المولد النبوي الشريف أطفالا ينحدرون من عدد من الأسر المعوزة، كما تم توزيع مجموعة من الأدوية وملابس تقليدية على المستفيدين من هذه العملية. نشكر الجمعية هذه الحمد لله اللي عدوا هذا التركة طهروهم الله يكثر خيرهم إن شاء الله. نظمت الجمعية عملية إعذار جماعي وهي العملية الثانية لها بشراكة مع المجلس الجماعي للقصابي ومع المندوبية الصحية القلميم مندوب الصحة القلميم. هذه العملية إعذار ديال الأطفال ديال الجماعة كاملين، والحمد لله راهم حاضروا كثافة وكاين العملية داز بخير وعلى خير. داخلة في عملية الأنشطة اللي كتقوم بها الجمعية، وهذه الحملة الثانية ديال الإعذار الجماعي للأسر المعويزة داخل تراب الجماعة اللي شملت تقريبا ما يزيد على 40 طفل داخل التراب، وهذه سنة اللي كتسنى الجمعية. ولهذا الغرض تمت الاستعانة بطاقم طبي متخصص من أجل ضمان نجاح هذه العملية وتوفير كافة الشروط الصحية اللازمة من أجل سلامة هؤلاء الأطفال. أما الآن فإلى قراءة في جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في قراءة لنعيم الدوت. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية آخر ساعة، وجاء فيها: ثارت ساكنة مخيمات تندوف مرة أخرى، وهذه المرة وجهت ثورتها ضد الجزائر حسب مصدر موثوق، جراء الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود والتي بثت الرعب في نفوس الساكنة بعد أن ساهمت في ارتفاع تسعيرات النقل الداخلي. وذكرت آخر الساعة أن هذا الارتفاع في أسعار الوقود من شأنه أن يرفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في الأيام القادمة، وأثار هذا الوضع مخاوف البوليساريو. صحيفة المساء كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: وجه حقوقيون إسبان صفعة قوية لجبهة البوليساريو متهمين إياها بممارسة القتل الجماعي. وفي هذا السياق تستعد الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب لرفع دعوى قضائية إلى المحكمة الوطنية في مدريد المكلفة بالإرهاب من أجل ملاحقة عدد من قادة جبهة البوليساريو بتهمة ممارسة القتل الجماعي. وقالت رئيسة الجمعية لوسيا خيميناس: هذه الأرقام حصلنا عليها بعد بحث ولم نتمكن من الاتصال بجميع أفراد عائلات الضحايا. و
وأضافت أن الدولة الإسبانية اعترفت ب 130 إسباني ضحية إرهاب البوليساريو في الصحراء المغربية وفي مياه الصحراء كذلك. صحيفة الأحداث المغربية كتبت في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد أن الاتحاد الأوروبي هو الخاسر الأكبر سياسيا واقتصاديا، فالمغرب لن يرضخ ولن يساومه أحد في وحدته الترابية. وجاء حديث الوزير أمس الثلاثاء بوكالة المغرب العربي للأنباء حين مناقشته لموضوع قانون المالية أية آفاق للاقتصاد المغربي في سنة 2016، ردا على سؤال حول مآل التوتر القائم حاليا بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد إصدار المحكمة الأوروبية قرارا بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما دفع بالمغرب إلى التصعيد من خلال تعليق كافة المشاركات المغربية المبرمجة في لقاءات ينظمها بالاتحاد الأوروبي. ونختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الخميس من يومية الصباح، وجاء فيها وداعا للمكالمات الهاتفية مجانا عبر الانترنت، فقد فوجئ مستعملو الهواتف الذكية والحواسيب بالمغرب بحجب المكالمات عبر الواتساب وسكايب والفايبر والفيسبوك ماسنجر. هذه الخطوة تأتي بعد التراجع الملحوظ لأرقام مبيعات الفاعلين الثلاث اتصالات المغرب ميديتل ووانا في خدمات الصوت. وذكرت الصباح أن في مقابل هذا تم الإبقاء على الرسائل النصية وتحميل المحتويات، مشيرة إلى أن دول عديدة عبر العالم استبقت إلى حجب الخدمات الصوتية عبر الإنترنت، وبهذا يجري تجميد الخدمة على تطبيق واتساب وفايبر وسكايب وغيرها من التطبيقات. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم حبيبي والحمودي عن سن تناهز 74 عاما الفقيد، ينتمي لقبيلة تيت الحسن، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما اللحظة فإلى الورقة الخاصة بأحوال الطقس غدا إن شاء الله. سماء قليلة السحب إلى أحيان غائمة بمعظم أنحاء المنطقة. درجات الحرارة الدنيا غدا إن شاء الله 20 درجة بالرباط، 22 درجة بطاطا، 24 درجة بجليميم، 27 درجة بطنطان، 23 درجة بأسة، 22 بزاك، و25 بطرفاية، بسمارة 24 درجة، 22 درجة بالعيون، و24 ببوكرا، وببوجدور 26 درجة، 21 درجة بجلت زمور، 23 درجة بأم طريقة، 20 درجة بالداخلة، 24 درجة بأوسرد، و 28 درجة بالقوير. أما عن حالة البحر غدا إن شاء الله بجنوب طرفاية سيكون هائج وسيتراوح ما بين متر وخمسين إلى متر. شروق الشمس غدا إن شاء الله على الساعة 7:48 دقيقة، وغروبها على الساعة 6:10 دقائق. حالة الطقس ببعض المدن المجاورة والعواصم: بنواكشوت 29 درجة، بتندوف 21 درجة، 28 بنواذيب، وبالعاصمة الرباط 20 درجة. ولمن فاتته مضامين هذه النشرة إليكم أبرز العناوين: صرخة من قلب مخيمات تندوف تنديدا بالوضع السيء هناك، وبالعيون تابعنا افتتاح منتدى الطالب بحضور والي الجهة. كما عرضنا ضمن هذه النشرة ببوجدور للقاء تواصلي حول السجل الوطني الفلاحي. قبل الختام يمكنكم مشاهدة مع إعادة لنشرة الأخبار غدا على قناة المغربية في حدود الساعة 4:15. نهاية النشرة الإخبارية لهذه الليلة، وإلى اللقاء.